السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا. كشفت شركة تويوتا عن سيارة SUV جديدة المخصصة لسوق الهند، وهي شبيهة بتويوتا رابط. طبعا هذه السيارة هايبريد، إضاءة أمامية LED وإشارة تسلسلية، كشافة ضباب LED وفتحة سقف بانوراما، والمحرك سعة 2 لتر. هذه الداخلية زي ما تلاحظون، وخلفية إضاءة LED بالكامل. اسم السيارة هيريدر. أعطونا رأيكم حول التصميم، ولا تنسوا إخواني الكرام الاشتراك بالقناة وإعطائنا لايك، وشكرا لكم. انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله.